معنا في حلقة جديدة من برنامج لايف ستايل في يوم رطب وحار. اسمحوا لي يعني الشعر راح يكون من الرطوبة كذي، بس احنا نحب الاكشن. جايين نصور لكم او نوريكم نمط حياة، انما ايه It's perfect. انا وايد اعشق الحداقين لان احس ان بالهم طويل، شخصيتهم حلوة، في شيء يميزهم، عندهم هذا الصفاء الذهني. I don't know. بس نمط حياتهم their lifestyle is perfect لان عندهم المجال انهم يفكرون، المجال انهم يصيدون شيء، حتى ممكن يصيدون شيء وياكلونه بدل لا يروحون يشترونه، وايد وايد اشياء. عموما اهل الصنعة هم اخبر، واليوم بنحط السبوت لايت على موضوع الحداق. I think انه راح نسوي الاكشن كله، I think انه بنطلع حداق مو من اليال بس، لا مخرج بنروح بحر داخل صح؟ يس. لكن ضيف حلقتي اخبر، موعدني هني بمكان، او موعدنا احنا كجروب هني بمكان متخصص لسوالف الصيد والحداق والاسماء اللي الحين راح اتعلمها، سو تعالوا معي. اذا ضيف حلقتنا اليوم هو ملك الشنعد، هذا اسمه، وحداق من الطراز الاول يدعى علي الشموم. مستر علي قال لي انه عنده خطه، فقال لي تعالي لشويخ لان بعلمك على اساسيات الحداق وعنده خوش خطه، فخلنا نشوف ملك الشنعد شنو عنده. بعدين دريت ان الشنعد اسمك كوني ما اكل اسماك ومو يعني من بعيد لبعيد. مساء الورد. اهلين، شلونكتني؟ ها ما عليك. اول شيء حياك الله معنا البرنامج. ماكو فايده، انا ماكو فايده، احس ان هذه صديقتي فاشطط. اكيد بتقولي شنو ناخذ عدتنا؟ اول شيء عدتنا حق شنو اصلا؟ شنو الخطه؟ الخطه بروح نحدق ونشخط، راح نصيد سمك شويه شويه. احنا الحين هي احنا هني اي، وبعدين بعدين بروح سوق السمك. من سوق السمك بنطلع البحر. ليش بروح سوق السمك؟ نشتريهم طعم طعم. وليش يشترونه من سوق السمك؟ سوق السمك يجيب السمك نظيف عشان الناس تاكله. اوكي، حتى الناس تاكله وحتى الناس تستعمله حق الصيد، ربيان، ميد، خثاق. والله ادفع فلوس عشان انا ما ادري، احنا دفعنا فلوس حق البنزين حق الطراد بعد عشان ندش بحر. لا هذا غير، هذه متعه. البحر كله متعه ومصاريف. بنروح بحر بعد جد؟ ها اكيد. يلا خلينا نشوف. جاهزين توداي ولا تمورو؟ اتوقع يمدي. اذا يمدي نكمل. انتم بتشوفونها حلقه واحده، حظكم. في صعوبات، في شيء، في عقبات، في ان شاء الله كل شيء تمام، كل شيء حسبنا له، وكل شيء شفنا الجو والماية والاغراض وكل شيء جاهز ان شاء الله. الاغراض اللي بنجهزها الحين سو الحين ناخذ عده جديده. عدتك على بنك ملك واهل الصنعه ملك رب العالمين، مش عايزين وانا مبلغ استوكي على تمام. تمام. I like what's going on. تعالوا معنا. سو مستر علي، هلا، جبنا المحل. الخطه كالاتي، هل الشخص المبتدئ نفس اي شخص عادي بيختار نفس العده، ولا في عده حق البيجنرز لا 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 لا، وهي نفس العده بس الاختيار شلون؟ الاختيار شلون؟ والواحد خليه يعرف شنو اسم العده. لا سهله سهله، احنا بنشوفها كلنا، بطلع لك هذا وهذا وهذا، اقول لك هذا بلت، هذا ميدار، هذا خيط، هذه قفشه. طيب قفشه؟ ايه قفشه. قفشه 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 مو مال تاكل بس قفشه. ايه اسمها قفشه. طيب طيب طيب. انا احب، ما احب اوقف وشي اسولف، لا احب هذا، بس شخصيه الشخص اللي يتعنى ويشتري عده خاصه فيه، شخصيه الصياد عموما او الشخص اللي يحب يروح حداق، وايد عندي فضول اعرف من هو هذا الشخص، لانه دائما احسهم ناس مفكرين، ناس لهم جو خاص لهم. بالعكس يعني الحداق هذه هواية عادية. لا تخلي الواحد يفكر طويل بال. طويل بال إيه، يعني بعادش حق إيه السالفة. إحنا نفسنا منو طويل بال الحين؟ يلا ما عليك. احترموا معنا الحداقة وايد، واحترموا الحريم اللي يروحون يحدقون. يلا نشوفك إن شاء الله بتصيدين. ما أدري هل. لا بتصيدين. ما أدري ماذا تعني من وراء هذا الكلام، هل يقصدها أم لا؟ إنزين، الألوان والأشكال والأشياء اللي موجودة حوالينا والعدة الجميلة. هذا من وين؟ هذا انتوا ذهبتوا الكاميرات وانا طلعت. امده؟ امده. زين. يقول الحمد لله ما حاشك ميدار. اي الميدار؟ هذا. ما تعرف الميدار؟ الحين انت بتقول شو؟ امانة لا ما. ايه ما اوكي. بعد. ايه
لا متشيلة. أنا من سكينر الحين. أمانة أمانة. بالله الألوان والأشكال وال ما يشوف قوم وشنا بروش. ريم وشنا بروش. شو تشيل الألوان شو تسوي قوردي وأشياء حركات. لا جد يعني واحد حاجة حاله ويحدق من عمر الدنيا ياخذ وردي. اوكي 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 انا ماني مستوعبة عشان كذي بتمشى معك داخل اشوف ال حراويش الوردة مش يسوي. لا لا بس جد اللون يفرق على يعني السمكة الفلانية تنجذب حق هاللون. اه ذكية امانية. يابت واحدة يابت واحدة وراح تصيدن واحدة ان شاء الله بالوردي بعد. طب شنو العادل قبل لا نتمشى نلاقي لان ما شفت الا فش فش جمع فش از فش ايه. فشز ملونين ما شفت للحين لا الخيوط ولا شفت ال كلام حدر كل شيء موجود. اوكي حطك فر الحين مراوج كل شيء ونطلع لنا عده حق باكر. اها ان شاء الله خير. بروح حداق اصلي على اصوله. تفضل اسمي حقيبه. خيط حلو. شلبتين بغيت اقول نرفيس. لا ما نرفيس. نفس الشيء اخوان بعض كلهم علبه واحده بالبيت. بلود 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 شنو بعد شنو بعد قلنا شنو بعد قلنا هذا شنو مدار. ايوه مدار مدار مدار. حلو فاين حلو يعني بعلق بعد شوي على في الوان جميله من من شيء معين اذا طفل دش راح يتوهق. اكيد ايه بس سلمي الاساسيات شنو الأساسيات. وعلى اي اساس الواحد يختارها. يلا مثلا بنروح نصيد شعم. الله يطول لي عمرك. اخذنا خيط وخيط عن سماكه معينه في الخيط الناعم. اوكي ما نبي خيط متين. وفي يعني شلون اعرف وشلون على حسب السمكه. على حسب على حسب السمكه راح يطير راح قاعد يزفني. احنا شنو بنصيد اول شيء؟ بنصيد شعر بعدين بوديك تصيدين شيء ثاني. سو وي نيد خفيف ولا وي نيد خيط ناعم الحين؟ نعم انزين هذا خيط المولو اللي هو بلاستيك العادي مع مياديرنا وبلودنا ونحتاج شغله اسمها مدور موجوده هناك. مدور؟ لا لا مدور موجوده هنا اتوقع هناك المدور مو مشكله اعرفه بغيت اوريكم اياه بس يعني مو موجود يمنا. ايه هني خلصنا منهم هني بس ناقصنا ييم وبحر. او ييم 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 اللي هو طعم بعد شو بروح سوق السمك. هذه الحركه الجميله اليوم بنسويها ان احنا بنروح سوق سمك ومن هذولي هاش متعلقينهم. والله والله العظيم اذا طفل دش او طفله دشت كذي بيحطون بالهم امانه. نو افنس نو افنس. اي ادري ادري بس يا حرام شوهتوا لسانها على ما صدتوها. لا اتس سيريس ترى اول مره اشوف. طيب فاكبر سمكه راح تاخذ شيء اكبر من كذي صح ولا صح؟ لا لا مقاسات رقم 4 اكو 5 اكو 6. اوكي احنا ناخذ كم اليوم؟ ناخذ 4. 4 ايه ميديوم ميديوم. اي اولموست ميديوم صح. واحده بس ممكن تخلي السمكه تنصاد صح ولا صح. اكثر من لا لا واحده بس نزل خيطين. اذا ما نحتاج شبك ما يبقى طار الشبك. الشبك هذا لان اذا هذه بشبك راح تصير مشكله راح تشير فيها راح تتعلق فيها فلازم راح نستخدم المنتب مو الشبك. المنتب ايه نروح ناكل منتي. تفضل تفضل. اوكي حدثني عن عالم الصنارات. انا على بالي هم بس بالعرض حاطينهم انتم فوق بس ليش هالطول؟ وايد طويله. حق حداق السيف بس تحذفين توصل ابعد. حداق السيف؟ يعني على اليال قاعدين على الربو تحذف سنانير هذول الطوال يستعملونهم. وعندنا نفسهم صغار حق اللي حدق بطراد ما طراد كذي يقدر يستخدم بس صغار. هذه كثر ما هي صغيره وضعيفه احس تنكسر بسرعه. لا ما تنكسر. هو الماده المصنوعه منها مو مساله ماده الاستخدام الصح ما يكسرها. في السالفه فيها استخدام صح وهذا. اذا اللي نشوفهم قاعدين على اليال بالاماكن اللي مشات اكثر اكثر شيء يستعملون طويله اطول. اي بس ترى جايز الاسعار جدا رمزيه. حبيت تختلف صناعه السناره من مكان لمكان. في شيء افضل في شيء وايد كلاسي في شيء وايد في اكو شيء ب 10 اكو شيء ب 300. في ما شفت مثلا 300 عشان على بالي بعد شوي راح اجي اياهم. فولاذيه مو فولاذيه كاستم هاند ميد. كاستم هاند ميد
مداور حق واحد حق باكر ناخذ رقم 15. اوكي كذي انا افهم حاطين الارقام مبسطين علينا الموضوع. ايوه كم وحده ناخذ؟ مثلا اثنين ناخذ فيها 11 بيس. أيوة. مكتوب يوم قلت لك المدور هذا المدور سويت نفسي عارفه بس ما كنت اعرفه. هذا فيه سبعه. منو سبع؟ كل هذول سبعة؟ في 100 في 100 أنا أسفة. أنا أسفة. بلود هذول بلود دانس. بعد شيء. ولا هذول الكبار حق شنو؟ حق قرش حوت؟ لا هذول حق دريات حق هامور سوالف هذه اسمك العودة. والله الهامورة هي عودة. تقع نشوف هامور اليوم. إن شاء الله. أرزاق. أرزاق. صح. اوكي الخيط اللي بيدك نايلون والخيط اللي بيدك كنا مال الصالون اللي اروح له. شنو هذا؟ حرير. حرير يسمونه اللي هو البريد. ليش هو مادته كذي؟ ايش يفرق؟ يفرق ان هذا نايلون هذا بريد. هذا نستخدمه اكثر شيء على السناره ما نقدر نستخدمه بيدنا لانه يقص اليد. اوكي فهمت السالفه. فهمت السالفه. وهذا تقدر هذا باليد. ليش احس هذا لا. مؤلم؟ لا 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 تعال ما في جلوفز معينه ما شفت من عدة. في جلوفزات بس ما راح البس جلوفز. لا مو انا مو انا ان جنرال الصياد. لا في عاد الجلوفزات تصير صوفه وشغله يستخدمونها. هل تعوق الموضوع ولا ما ادري؟ انا ما احب البسها. الصياد المحترف عموما ما يعني كل شغله احساس تصير باليد الا اذا خايفين من طاقه الشمس تحوشكم ايدكم تصير صودا. ضربة شمس بليد. يلا اوكي اوكي ما عليه. ضربة شمس بليد مو اللي يلبسون السوس عشان ضربة شمس. شفتي هذا المساعة اللي سألتيني عنها تقولين شباصات؟ لا انا ما قلت عن هذيلا قلت عن هناك. يعني هناك عن هذولاك. هذا شكله مجسم بوت. لا لا مو مجسم بوت. كل شيء عندك في المحل احس موجود عندنا بالبيت. ما عندكم من هذا؟ مجسم بوت. اوكي مجسم بوت. هذا اللي راح نستخدمه على اساس ننزل فيه القفشة. القفشة؟ ايه لان هذا راح تصير اداة بس متوصيل. هذيك اداه صيد. بعدين اساس لا تصدعين. اقول لك شيء عليه. اقول حق المشاهد اقول لكم اول مره بحياتي اقدم فقره وفعلا مو مستوعبه شنو. اي ثينك بالعملي افضل لاني ماني مستوعبه للحين ما راح اقدر. بس عرفت خذيت فكره عن المكان. ثانك يو. من سوق السمك نكمل الحلقه عشان ننهيها حداق محترم. ولكن ليش جايبني هالصوب؟ الحين بناخذ يم. اول شيء هنا حق الميده. ميد اي الواحده ميده. نعم اي تفضل. هاي الحين خلينا نشوف. هذا الميد اللي ياكلونه صغير. هذا الميد اللي ياكلونه صغير. حلو. اغلب السمك الكبير ياكل السمك الصغير. صحيح. السمكه فيها زفر وفيها زيت. أوكي. يعني فيها جاذبيه حق الغير. لما تقطعها الحين راح تقصين انت بيدك. علمت شلون تسوي الجيم. امون جريئه برامجي جرأة ما تقصر. شوفي ترى الزيت نبيل اوميجا نبيل. حلو. الزفر ما نبيل. حلو. الحين بنقص. من صدق بقص على طول. اي بنقص. اوكي انزين الحين مثلا لما هي تصير كذا طريقة بالجيمة. عندي أول شيء أصفطها. تعال ما اتفقنا ترش علي. ما رشيت. لم نتفق مخرج. ليش من الصفر؟ أساس لما أصلخ الميدة لا تخافين تعالي. لا مو خايفة بس قاعد تشر. ما يطشر شيء. الحين صلخناها. أوكي ترى هذا يبي له فن. مو بيوم وليلة راح تعرف تسوي. لما أشك الميدة بالميدار اساس الصفط لا يوقف الميدار. حلو عشان شنو؟ عفوا الصفط هذا اسمه صفط. يعني مسوي نفسي فاهمه بس لازم اسال. انزين عندنا شيء ثاني. اوكي نسوي بالميده نفس الطريقه بس ناخذ واحده صغيره احسن. قاعد يخرب لك ميداتك. انزين شوفي نسوي من النص. قصيناها كذي. هاي سهله كذي. هذه سهله. بعدين شو نسوي؟ تعالي ما راح يطشر شيء. شو نسوي؟ التعذيب اللي قاعد تسويه. مو تعذيب اشيل العظم اللي داخل. يا الله لحظة. شو طلعنا سلسلة؟ تمت بس لحنة. السلسلة شنو؟ سلسلة الظهر. أوكي. عمود الفقري. اوكي تمت بس الحنة اقدر اشيلها واحد فيها.
زين وين تحط ال داخل الميدار هني وراكبه فيها. شنو اسمك اللي راح تاكل هذا؟ شعب سبيطي مزيزي مويبي اغلب السمك. اوكي هالميده حق اغلب السمك. وبعدها راح اراويك قيمه هذه طبعا غنيه عن التعريف حق كل السمك اللي هي مع شوي نشوفها. اوكي انزل. انا قلت بستكشف يعني شوفي كذي يا يمني. شوفي وعندنا خلينا ندور بعد واحده صغيره واصدقائنا القباقب. ايش القباقب بعدين تعالي الحين قصي لي اياها ثلاث. انزين قصي لي اياها ثلاث الحين قص الراس انقطع انقصها قطع تفضلي. ما لي خلق هاشم. يلا 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 بتروحين البحر لازم تعودين على كل شيء. بروح بحر بس انه يعني يلا قصي. لا لا دام معتمد علي معتمد علي. يلا معتمد علي شارع مو بالظفرية وديها كذي. لا قصي يصير ما يود. لا يصير لازم تودين ما راح تنقاس بيدك يا مرة بيدك. اوكي الجزئية الثالثة دم قاعد يطلع دم قاعد يطلع وايد دم. تعالي يوك انتو خلاص خلينا نكمل لان احنا تيك واحد. شوفي يا جماعة انا لا اطبخ لا اقطع لا اشوف الاشياء ولا اهم هذه نقدر نشكها نحدي كثير في الطريقة. حلو قدها امون قدها قاعدها بالبحر يبين. لا بالبحر غير. اوكي بالبحر يبين. البحر هذا يكون جاهز مجهز. ماكو شيء جاهز هذا انت راح تسوينه بالبحر مو انا. البس اوكي شوف ترى اسوي كل شيء والله علي بس حطيت شيء جدا من الواقع عرفت لازم. مع ان انت تعرفون انا اللي يتابعني يدري انا مو جبانه. لا ما في جبانه. اللي بعد عندنا الربيان. شوفي هذا الربيان مستزرع. يعني ربيان ماي حلو ليش ناخذه؟ لانها عرده بالصيد ولا بالاكل؟ بالاثنين. بما انها عرده شو نسوي فيها؟ هذه شيخه اليين. هذا الشيء السبيشل اللي تقول عنه. ايوه الحين قشرناها نقصها اثنين اذا كانت صغيره واذا كانت نفس الحجم نقصها ثلاث. شو نسوي فيها؟ نحط عليها ملح. تمويه. لا بلا تسويها مالحه مالت بحر. بلا مو انت بتحطها بالبحر عشان ياكلونها تمويه. الملح يطلع الماي اللي فيها فشو تصير عرده زود. يعني صعيد الحركه بالضبط فتصير عرده زود عرفت شلون؟ وراك بحر. اوكي والله على بالي اذا صارت مالحه بيصير تموي حق الاسماك. والله جابتي نوعا ما ذكيه. يلا خلينا نروح نشوف لنا الحين شيء ثاني. ابراويج يلا تفضل. شوف السمك وينه. قصصوا لنا الميل مثل ما علمتك عليه شلون. اي العمليه هذه انتم لما تسوي الحداق يسويها بمحل السمك نفسه ولا هناك؟ يا نقصصه بالسوق يا ناخذ احنا نقصصه. طيب هل العملية كاملة انك تروح تسوي كذي ترتيبك للامور هذه تعتبر مكلفة حق شخص هاوي؟ كلافة البحر معروفة يعني انا قلت سعر الميدة وسعر الربيان او اليواف اللي بناخذه من السوق هذا ما في اكثر واقل يعني. اذا مو في اسماك مرات تكون مريضة؟ سؤالي لا يعني طبعا بالسوق اذا وكلت ما في. لا مستحيل اقسم شيء مريض بالسوق لان في رقابه عليه وفي كل شيء. لا مو مريض ك يعني انا يمكن يكون فيها شيء يضر السمك. السمكه المريضه بالبحر هي فريسه تصير صح. ايش فيني اليوم انا ما قاعد افكر عدل. السمكه المريضه اساسا ما تنباع اللي راح تصير فريسه. طبعا احنا خلصنا شغلنا قصصوا ربياننا قصصوا ميدنا يلا ورانا بحر. ابي اشوف سمكتك بس الحين راويك اياها. اي لازم ضروري بس يلا ابي اعرف شنو بنصيد يعني. باذن الله دشينا براويك شنو راح نصيد. مكان سبيشل كم تسأليني
شنو الشنعة شنو الشنعة هذا الشنعة. ولا أنا ما أقدر ما راح. لا راح تقدري. صيد أشيلة كبيرة ما شاء الله. مو شرط نصيد هالحجة يمكن أصغر أكبر. هذه اللي ماخذة بالك وحبك وكيانك ومسويتك ملك ومعروف. ملك رب العالمين إيه هذا. ونعم بالله ها. هاي نصيدها ان شاء الله. شلون ما نصيدها احنا مع ملك الشنعات اكيد بنصيدها. يلا خلينا نروح.